شل يا طير مكتوب العزاء لا تأخر ليل لا تنسي لا داخل الفيصلية زور أبو نصر طب القلب والقرن العصر خبره ما جرى واشرح لايش القضية بعد تقبيل أقدم والدي ألف مخطر سلمه رش جسمه بالعذور الزكية كلمه واشرح الموضوع بالمد والجذب رغم أن الخبر سيء وشرحه معية ما حدث لا اعتداء شخصي ولا هو المدبر لا ولا بيننا والناس أية أذية قصيدة كلمات أبو محمد نصر عبد اللطيف محمد عتيق مثنى مرس التي أرتابها وفاة أخوها المقفولة بإذن الله محمد عبد اللطيف محمد عتيق مثنى مرس الذي وافته المنية إثر حادث مروري بتاريخ 17 شوال 1440 هجرية الموافق 20/6/2019 مرسلة من القلب إلى والده الشيخ عبد اللطيف محمد عتيق مثنى مرس وجميع الأهل والأصدقاء. حضر هذه الجلسة الأخ نصر عبد اللطيف ومحمد نصر عبد اللطيف وأبو محمد بشار مزيد وأبو أصيل أمجد مزيد وسليمان عبد اللطيف وشاعرنا الكبير أبو صقر. يلحنها فايز أبو شمس عزف أبو خل عبد الفرحان ويقحى زياد فرحان مع تحيات تسهيلات الفائز تمام. كاشف الغم وهو للزمان الرادية عالم الغيب في مسر فيه نصر وجهر جلدي مطالع ما تضمره كل نية هادي الطير واليعسوب تتقاشعر الأبدان من هول محشر جيرنا يا كريم الجود من نار حامية القاضية بعد تقبيل أقدم والدي ألف مخطر سلم رش جسمه بالعطور الزاكية كلمه واشرح الموضوع بالمد والجذر رغم إن الخبر سيء وشرحه معية بالمثل لو علينا ظلم أو دم يهدر ما تركناه لو نصبح جميعا ضحية لإننا قوم ناخذ حقنا بالمعشر خوفني لا من الدنيا والأحق الباقية Let
الدنيا حلمنا الصبر حكمه ويضال الموت الأحمر واحترام الأسر محفوظ مثل الوصية فوضى العز يا رزحي سند كل مضطر ربع الأجواد ذي ما حد ما في له وزية وصل عز يا رزحي سند كل مضطر طبع الأجواد ذي ما حد ما في له وزية داوي أجراحنا والكسر لابد يجبر واجعلي من بني عمي عشيرة عاصية أسرع عبد الله ضف قال ما حذر من مقدر لا ولا النفس تتجاوز خطوط المانية لا يقدم بني آدم عمر أو يؤخر في الكتاب حدد الأعمار رب البارية قرة العين أبو نصر الحبيب لا تحسر احمد الله على معطى واخذ من عالية والدي أنت قدوة والمثل فيك مفخر وانت داخل مارس دايم لك الأفضلية قابض الروح ما يعرف شيل أكبر والأصغر للإله ما يشاء وحنا لحقنا الماشية بس تتعدد الأسباب والموت مؤمر كثر الأحزان يا بهما لها فاعلية ما حدا في الحياة والموت يا بهم خير خير ختم الرسل دي خيره في البرية قلب نصر الفتى مؤمن بما الله قدر مقتنع اقتنع كامل ونفسه راضية صنوي أحزان تاني والقلب بعدك تكدر وانقص العيش من بعدك حياتي رادية لا اعتدونا بان الأزرق ولا ابنهم شر نحن نعرف بان الأزرق قبايل وعية ناس للقابيالة معلاق والجيد يذكر واعيين حقهم ماشي بهم رفالية أو بهم تيه مثل البعض أو صمت مظهر إنما قوم يا نعم الرجال الوافية قول أبو قيس يكفي عند ما قال محتر قال يا شوق والاثنين ببروساوية مثل خب جبل ذي في الحقيقة تأثر بالذي قد حدث واثبت مواقف جالية هكذا الجابري للوفا خير المصدر حكموا حكم مطلق تام الأهل العانية واصدر العفو في المقبرة أبو نصر واصدر عفو يا بس يا بس صفق لها الحضورية جزا الله خير واصدر العفو في المقبرة أبو نصر واصدر عفو يا بس يا بس صفق لها الحضورية رد أمره إلى ذي عالم السر واخبر الذي عالم اشف القلب ذيه وذيه يا عظيم الرجاء
لك وظلت خاوية بالنعل خلى أبو حمزة محمد يبختر زوج حور عين واجعل حياته هانية وابن له قصر في الفردوس واسع مدور العسل مشربه والقوت فواكه جانية وعصم الوالدا فيما قضت ليس أكثر نسهم حزن أخي وارفع هموم البالية والعوض والجازة عايد إليك وأنت أخضر إني ما حاسة وترفع إليها الشاكية في الأخير عدالي كلمة في الكون تنشر قدر وجلال راية السلام والتحية للذي ساعات المقدار شرف وبدر والذي في العزا شارك وله فاعلية قدر للضيف ينزل لجنهم حيد مسور تختتم في مارس عزلة رعينا الآبية والصلاة في الختام أعداد ما شن وانظر للشفيع النادر والآل خير البارية تواصل مع فايز أبو الشمس على هاتف 7216940900 أو 7111500400.